انطلق في جدة مؤتمر ومعرض إعمار منطقة مكة المكرمة الذي يكشف عن تفاصيل رؤية المنطقة المستقبلية في ظل رؤية المملكة 2030. ويستعرض المؤتمر مشاريع التطوير العمرانية والتنموية وتطوير المرافق والخدمات في مكة بهدف خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة والبيئة التشريعية الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية. ويشارك في المؤتمر والمعرض نحو 25 مؤسسة حكومية وخاصة. نتحول الآن إلى الزميل حمد المحمود وهذه النافذة الخاصة من مقر المؤتمر في جدة. إليك حمد. شكرا لك يوسف، ونرحب بكم في هذه النافذة هنا من إمارة منطقة مكة المكرمة وتحديدا من مدينة جدة، محل انعقاد هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي يعقد في مدينة جدة، للإيضاح بشكل أكبر حول هذا المؤتمر وأيضا الورش التي تعقد أو عقدت طيلة هذا اليوم وما زالت مستمرة حتى هذا الوقت. يسعدني أن أستضيف معي في هذه النافذة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة. مرحبا بك دكتور مصطفى. أنتم كوزارة أو كممثل عن وزارة الصحة في هذا المؤتمر تشاركون كجهة من ضمن 25 جهة حكومية وقطاع خاص في هذا المؤتمر الأول من نوعه، لإيضاح وإبراز الجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الحرمين الشريفين وتحديدا الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة. بداية اسمحوا لي أن أرحب بكم وأشكر لكم هذه الاستضافة. إشراقة يوم جديد اليوم لدينا في منطقة مكة المكرمة وتحت مظلة إمارة منطقة مكة المكرمة وتحديدا تحت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. نحن اليوم في صدد تغطية لجميع الجوانب الخدمية التي تقدم للحاج وتتشرف بها هذه الإدارات لتثبت للعالم أجمع بأن جهود حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين على قدم وساق في كل ما يخص خدمة الحاج وطائفة بيته العتيق. نعم الدكتور مصطفى، يعني ربما التقينا كثيرا في مواسم الحج السابقة في الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة ممثلة يعني كجزء من منظومة متكاملة تقدم للحجاج والمعتمرين. أنتم في وزارة الصحة ما الجديد لديكم من أعمال تطويرية ومشاريع تقدم للحجاج وزوار بيت الله الحرام؟ عليك نحن كل يوم في جديد، ولكن لعل جهود وزارة الصحة تبدأ منذ إرسال الاشتراطات الصحية إلى سفارات سيدي خادم الحرمين الشريفين خارج المملكة، وهذه طبعا تتجدد حسب التحديات الموجودة. لدينا حجاج من شرق آسيا، من الدول الأوروبية، من الشمال، من الجنوب، وهناك أمراض مستوطنة في هذه الدول ربما تحتاج إلى وقفة وتغيير في استراتيجية وزارة الصحة وخاصة في الاستراتيجية الوقائية. جزئية أخرى أيضا، هناك استعدادات فيما يخص المشاريع التي بدأت تحديدا منذ نهاية الموسم السابق لحج 1438. هذه المشاريع تتمخض جميعها في زيادة الطاقة الاستيعابية لأعداد الأسرة أو حتى في افتتاح مراكز صحية في مشاعر عرفات ومنى ومزدلفة، إضافة للمنطقة المركزية. الحرم المكي الآن يشهد توسعة وتوسعة كبيرة جدا، لربما هذه التوسعة فعلا هي تحتاج إلى تضافر الجهود وتحتاج إلى زيادة في الخدمات الصحية وتجويد هذه الخدمات في المنطقة المركزية. هناك عدد كبير من المشاريع رصدت من قبل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين مئات المليارات لهذه المشاريع سواء في المجال الصحي أو غيرها من المجالات. نعم، وزارة الصحة يعني هي شريكة في رؤية 2030، ولكن أيضا لها مشاركات في عدة أذرع من محددات هذه الرؤية، رؤية 2030. الآن المستهدف من الحجاج الرقم الآن الحالي 8 مليون أو المعتمرين المستهدف يكون 40 مليون، بالتالي هناك ضغط كبير على وزارة الصحة بأن تقدم خدمات صحية لهؤلاء الزوار. هذه طبعا أو في هذا التحدي منذ صدور القرار السامي من سيدي خادم الحرمين الخاص برفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين من 500 ألف إلى 900 ألف، والآن تباعا لدينا يمكن تحديدا أكثر من 35% زيادة في أعداد المعتمرين أسوة بالعام السابق. هذه طبعا التحديات تحتاج لتضافر الجهود كما أسلفت، ولكن الأهم في هذا كله أن التحول ورؤية المملكة في 2030 تتضمن جزء كبير
يعنى بتجويد الخدمات الصحية للمعتمرين على مدار العام وللحجاج في موسم الحج. كما أسلفت هناك عدد من المبادرات، وهذه المبادرات تصب جميعها في تجويد الخدمة سواء كان للمواطن والمقيم أو للحاج والمعتمر. لديكم أنتم في وزارة الصحة ربما الوضع مختلف عن بقية الوزارات الصحة في دول العالم، لديكم مدن طبية تعمل في منى، في عرفات، في المشاعر المقدسة بشكل عام، في منطقة مكة المكرمة، هذه المدن الضخمة الكبيرة التي تخدم الحجاج، كيف يتم التعامل معها وتطويرها سنة بعد أخرى؟ هناك أكثر من 4 مستشفيات في مشعر عرفات لوحده، هناك 4 مستشفيات أخرى في مشعر منى تتحد كلها بطاقة استيعابية للأسرة تصل إلى أكثر من 1300 سرير، تفتح كلها وتجهز بتجهيز عالي جدا وبكوادر طبية وطنية ذات كفاءة عالية لتخدم حجاج بيت الله الحرام، إضافة للمراكز الصحية التي تعتبر خط الدفاع الأول، وبعد ذلك مستشفيات مكة المكرمة ومدينة الملك عبد الله الطبية. كل هذه المنشآت تعمل في منظومة متكاملة لتقديم خدمة صحية سواء كانت وقائية أو علاجية. نعم أيضا رفع الكفاءة الخاصة بقطاع الرعاية الصحية في منطقة مكة المكرمة والمشاعر، كون هذه المنطقة هي مستهدفة بشكل يعني طوال الموسم، ليس فقط الحج ولكن لديكم معتمرون طوال السنة، نعم، بأكثر من 40 مليون زائر لمنطقة مكة المكرمة. كانت يمكن من أول أولويات المبادرات التي ترسمها رؤية 2030 واهتمام معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بتطوير بيئة العمل للموظف أو للممارس الصحي، إضافة إلى رفع وصقل مهاراته بدورات تدريبية تحاكي الواقع والأمراض التي يمكن أن تكون موجودة على في أرض الواقع في مشعر عرفات أو منى أو حتى من خلال موسم الحج. تعمل أيضا الوكالة للتدريب وللموارد البشرية على هذه الدورات التدريبية التي تصقل المهارات للتمريض والأطباء، لعله يكون أقربها اليوم. كنا في افتتاح في صباح هذا اليوم المؤتمر الأول للموارد البشرية الذي تشرفت به منطقة مكة أو صحة منطقة مكة المكرمة ليكون واقعا ملموسا للممارس الصحي وكيفية التعامل مع حجاج بيت الله الحرام بطريقة جيدة. نعم، أختم معك دكتور مصطفى، وكنت سبق وذكرت لي هذه المعلومة في مواسم الحج السابقة بأن بعض الحجاج الذين يأتون المملكة يستغربون من هذه الخدمات الصحية الفائقة والمتقدمة تقدم بالمجان، وهذا دليل على ما تنفقه حكومة خادم الحرمين الشريفين على الحجاج وعلى موسم الحج والعمرة طوال السنة بمبالغ تتعدى المليارات. يعني نظرية واضحة وواقع ملموس لتجسيد اهتمام حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين لكل من يشكك في خدمات المملكة العربية السعودية وتشرف المملكة العربية السعودية بتقديم خدمات صحية أو غيرها مجانية للحاج، لأنه ليس لدينا أغلى من هذا الضيف الكريم، ضيف الرحمن الذي يقصد مرة واحدة في حياته لأداء مناسك الحج. لعلي أذكر أن هناك عدد من القصص الجميلة، كان يمكن آخرها عملية قلب لأحد الحجاج من أحد الدول العربية في شمال أفريقيا عندما أتى وعانى من مشاكل قلبية وتم إخضاعه لعملية قلب، ولله الحمد قام بصحة وسلامة ورجع لأهله، وبعد ذلك أرسل لنا رسالة شكر ومحبة من أخ عربي لبلد آخر يتشرف بخدمته. أيضا يعني دكتور مصطفى فقط لا تقدمون الخدمات العلاجية ولكن أيضا تمتد إلى ما بعد من ذلك وهو الخدمات الوقائية للحجاج بشكل عام. نعم، هناك خدمات وقائية في المنافذ البرية والبحرية والجوية، تعنى بتطعيمات ضد الحمى الشوكية وتطعيمات ضد الإنفلونزا، إضافة لإشرافنا على البعثات الطبية أيضا هناك خدمات وقائية. البعثات الطبية أقصد بها المتواجدة في الحجاج بمختلف جنسياتهم والإشراف عليها، هذه طبعا تعمل أيضا ضمن منظومة صحة منطقة مكة المكرمة في تقديم خدمة صحية وعلاجية ووقائية. نعم، شكرا لك. نعم، شكرا لك دكتور مصطفى بن جميل بلجون مدير عام الشؤون الصحية منطقة مكة المكرمة، كنت ضيفا معنا في هذه النافذة، شكرا لك. شكرا لك. إذا نهاية هذه النافذة الخاصة هنا من مؤتمر إعمار مكة المكرمة، عودة مرة أخرى إلى استديوهاتنا في أبو ظبي، متابعة بقية البرنامج مع زميلنا يوسف الشريف.
شكرا جزيلا لك حمد ولضيفك من المؤتمر. إذن مساء انتهى وغدا مساء جديد وحوارات جديدة وملفات جديدة. إلى اللقاء.